السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم في قناتكم ياسين للمعلومات. في هذه الحلقة أو في هذا الدرس جئتكم بأحد المجانيات الجميلة والرائعة، وهي فلاش ديسك USB. تستطيع أن تتوصل بها في غضون 20 إلى 30 يوما إلى منزلك الخاص. أحبابي في الله، ما يتطلب منك هو تتبع معنى الشرح خطوة خطوة حتى تقوم بالطريقة الصحيحة من أجل التوصل بهذا المنتج المجاني. أحبابي في الله، كي لا أعطلكم في تقديم هذه الحلقة، أولا أدعوكم للمشاركة معي في قناتي ودعمي، لأن دعمكم هو سبيل نجاح هذه القناة. ولا تبخل علي بالضغط على زر الاشتراك أو أبوني أو سبسكرايب وفعل خاصية الجرس حتى تتوصل دائما 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 بالجديد، وهذا ما أعدك به في هذه القناة. وإذا أعجبك هذا الفيديو فلا تبخل علي بالضغط على زر إعجاب فضلا وليس أمرا. على بركة الله، نذهب مباشرة للموقع الذي ستجدونه أسفل هذا الفيديو إن شاء الله في الوصف. هذا هو الموقع أحبابي في الله. طريقة العمل فيه وطريقة طلب هذا المنتج سهلة وبسيطة، ما عليك إلا إملاء هذه الخانات لانفورماسيون الخاصة بك، بطاقة التعريفية الخاصة بك. مثلا هنا الاسم الشخصي لديك، هنا الجيمال الأدرس جيمال الخاصة بك التي يمكنهم أن يقوموا بالتواصل معك إن قابلوا طلبك. هذا أحبابي في الله، بعد ذلك كوباني، ضع أي اسم كيفما كان نوعه هنا، وهنا الأدرس الخاصة بك، وينصح كتابة الأدرس من البطاقة الوطنية الخاصة بك أو من فاتورة المياه والكهرباء. أحبابي في الله، حتى تكون عنوانك الشخصي هو صحيح 100%. بعد ذلك هنا السيتي الخاصة بك، وهنا ستريت، لا يهم، فقط ضع أي شيء، أي مقاطعة من هذه المقاطعات في تلك الخانات. بعد ذلك أحبابي في الله، تضع هنا الزابي كود الخاص بك بمدينك. إن لم تعرف الزابي كود خاص بمدينك، فقط اذهب إلى متصفح جوجل وضع زابي كود والمدينة أو الولاية التي أنت تقطن بها، وسيتم الظهور لك العديد من الولايات أو المدينات. ضع المدينة بكود بوستال الخاص بها حتى يتضمن كودا صحيحا. بعد ذلك أحبابي في الله، الهاتف النقال الخاص بك أو بك، أخي أو أختي كيف ما كان الجنس. بعد ذلك أحبابي في الله، الكونتري، جميع الدول موجودة هنا. على سبيل المثال أنا من المغرب، سأجد المغرب هنا، ماروك. إذا كنت من الجزائر أو تونس أو ليبيا أو مصر أو غير ذلك من البلدان، فقط قم بالبحث عليها وستجدها هنا أحبابي في الله. بعد ذلك املأ هذه الخانات، لا يهم، املأها كما هي. وضع هنا هذه الكابتشا التي ستجدها في الأعلى، وما عليك إلا الضغط على هذه الأيقونة، وهكذا سيتم إرسال طلبك حتى يتم إرسال لك تلك المجانية. إلى حد هنا قد انتهت حلقتنا لهذا اليوم. أرجو من الله عز وجل أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم، ولا تنسوا بالضغط على زر إعجاب فضلا وليس أمرا. وهدفنا هو إرضاءكم، وأشكركم على دعمكم لنا، وشكرا أحبابي.